Dan, il est là. Hey, là. خلو باش عقلي دي عندك نارك بسابحة همس هيو خابحة أنا عم بي أدخل ممكن أمر الدس أنا يجريد أخلاف أتسل عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم جديد في فيديو جديد كيف كتشوفوا في الخلفية ولا في هذا المنظر الساحر البانورامي في واحد الغابه ديال شجر الصنوبر وفي الخلف كتشوفوا جبال اطلس الكبير تيزينتست والقمه ديال كنشير وانا بالخبز ديالي القمه كيفاش مكسوه بالثلوج يعني منظر ساحر ولكن الفيديو بالضبط على هذه المنطقه هذه وهذه البلاصه اللي حنا فيها مشهوره ومعروفه وفيها واحد النوعيه ديال الاعشاب الطبيه والعطريه وبهذه المناسبه معنا الاستاذ مصطفى خبير في الاعشاب الطبيه والعطريه اللي غادي يتكلم لنا على المميزات ديال هذه المنطقه وديال الاعشاب ديالها وغادي يفيدنا اكثر. السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم، مرحبا بكم في المنطقه ديال اطلس الكبير. اذا هذه المنطقه ديال اطلس الكبير فهي الا كندوي من الجانب ديال الاعشاب الطبيه فنقدروا نعتبروها واحد الصيدليه مفتوحه للجميع، واحد الصيدليه الابواب ديالها مفتوحه ليل نهار بالنسبه لجميع الاشخاص بحكم انها كتميز بواحد العدد كبير جدا من النباتات الطبيه والعطريه. هاد النباتات من طبيعه الحال كما كتشوفوا معايا هنايا فالاستعمالات ديالها فهي كثيره جدا كثيره جدا جدا، منها ما هو استعمال منزلي عادي خاصه فيما يخص تنسيم المشروبات كالشاي والقهوه، وهناك استعمالات طبيه النباتات حسب ما تبين الابحاث التاريخيه فهي استعملت كادويه منذ القديم، حكم ان الانسان القديم الذي استوطن المنطقه تعرف وتكيف مع هذه النبته هذه وتعرف واكتشف الخصائص ديالها الطبيه ما خلى انه يستعملها. النباتات من طبيعه الحال فهي كثيره ومتنوعه، بالرغم من انه في هذه الاواخر ولينا كنسجلوا بعض في المنطقه خاصه على الغطاء النباتي الطبي، وهذا الشيء راجع لبزاف ديال المشاكل. المشكل الاول والرئيسي هو مشكل الجفاف، بحكم ان المنطقه المغرب عامه فهو منذ سنوات هو كيشهد واحد الموجه ديال الجفاف اللي لسوء الحظ بدات كتقضي على الغطاء النباتي. المشكل الثاني اللي هو المشكل ديال الرعي الجائر خاصه مع القطعان المرتحله اللي بدات كتجيب واحد الاعداد هائله اللي كتخلي التجدد ديال هاد النباتات يكون بطيء جدا، وبلينا كنلاحظوا ان بعض المناطق ولات كتفقد الغطاء النباتي ديالها بصفه عامه. السبب الثالث واللي هو سبب مهم واللي هو اللي خصنا نركزوا عليه هو الاستغلال المفرط ديال هاد النباتات. فالناس اللي كانوا مستوطنوا هاد المنطقه هادو الناس السكان المحليين فهم عرفوا كيفاش يستعملوا هاد النباتات بطريقه مستديمه، ما يسمى بالتنميه او بالاستغلال استعمال مستديم، حكم انه كيسمح بواحد التجدد الطبيعي للنباتات ما يسمح بان الغطاء النباتي دائما يكون متوفر في المنطقه. العكس هاد الاواخر ولينا كنشوف واحد الاستغلال مفرط، واحد الاستغلال غير معقلا، الشيء اللي كيعرقل التجدد ديالو هو اصلا كيتم بطريقه طبيعيه بحكم ان هي نباتات بريه. هاد الاستغلال المفرط ناتج بالاساس من متجره بهاد الاعشاب هادي، ديال المتاجره هي اللي فيها مشكل، لان المتاجره في حد ذاتها الا كانت مقننه وخاضعه لواحد القانون ما كتشكل مشكل. المشكل الكبير هو اولا المقاطعه ما عندها حتى شي تدخل في هادشي بطبيعه الحال ان حنا ما نذكروش شيء ان الدور اللي قامت به المياه والغابات كبير في المحافظه على سواء الغطاء النباتي سواء فيما يخص النباتات الطبيه او الاشجار خاصه شجره الارقم. المشكل اللي كاين انه كاين تهريب، فكتلاحظوا ان المنطقه فهي منطقه جبليه، ما قالش فالاستغلال ديال 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 النباتات الطبيه خص يكون بطريقه معقله. نعطيكم مثال، الاستغلال العادي ومنذ القدم في الانسان المستوطن للمنطقه كيفاش كيستعمل النبات، اللي قدينا مثلا نبته طبيه معينه بحال هذا المثال اللي عندنا هنايا، اذا الانسان كيستعمل كيبغي يستعملها لاستعمال منزلي سواء لتنسيم المشروبات او لا استعمال طبي، اذا كيقوم بقطف واحد الجزء مثلا، ناخذ مثال، اذا اقوم بقطف هذا الجزء هذا ديال النبته، نبته نعم نبته بطريقه مباشره بعد تساقطات من طبيعه الحال
كتجدد ولو نكون قطعتها من الاسفل، اذا بطريقه مباشره كتعاود تجدد وكتعاود تورق من جديد. اذا دائما كتكون هناك واحد الاستعمال اللي هو مستديم، اللي كتبقى واحد الاستدامه. العكس، بعدما ولات التجاره ديال هذه النباتات رائجه، خاصه بعد الطلب الكبير على هذه النباتات من طرف السكان ديال المدن، وبحكم ان هذه النباتات كيتباعوا بالكيلوغرام، اذا الاشخاص المستغلين لهذه النباتات شنو كيجو الى قطف او ازاله النبته من الجذور. اذا ما يبقاوش كيقطعوا غير جزء فقط، اذا كيوليو كيحيدوا النبته بالجذور ديالها. الهدف ديالهم بطبيعه الحال هو انه تكون الكميه، نعم، لان الجذور فيهم واحد الكميه معينه ثقيله، اذا هنا كتكون الكميه اللي غيستغلوها غتكون اكبر وبالتالي المردود المالي غيكون اكبر. اذا ملي كتكون النبته كتحيدها من الجذور ديالها، فانت قضيتي على النبته بطريقه نهائيه. اذا التجدد ديال الغطاء النباتي ما كيتمش، وهذا الشيء لاحظنا ان هناك انحصار كبير جدا في الكميه ولا الغطاء النباتي في هذه المنطقه. اذا كنتمنى ان شاء الله الناس يكونوا واعيين بهذا التراث هذا، ولا نقولوا تراث مادي، ولا نسميه هذا مورود ديالنا كاملين مشترك بين جميع المغاربه. اذا خصنا نحافظوا عليه، لان واحد الميزه اللي ما كايناش في جميع الاماكن وما كايناش في جميع البلدان. هذا واحد الثروه بالنسبه لنا اللي خصنا نحافظوا عليها باش نستغلوها ونخليوها الاجيال المقبله كما لقيناها حنايا وكنستغلوها دابا. الحمد لله فالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه دخلت في هذا الخط هذا، ولاحظنا مؤخرا بان هناك استعدادات لانشاء واحد دار الاعشاب الطبيه في المنطقه. هذه دار الاعشاب الطبيه اللي ان شاء الله من الاهداف اللي مسطره باش المنوطه بها، هي انها يكون واحد الاستغلال معقلا، يكون واحد تثمين ديال سلسله ديال الاستغلال ديال هذه النبته هذه فيما يخص استخراج الزيوت العطريه، لان في اخر المطاف فالنباتات الاهميه ديالها الطبيه فيما يخص استغلال ديال المختبرات كيتجلى في استخراج الزيوت العطريه. اذا ان شاء الله ملي غيكون واحد التثمين ديال هذه السلسله هذه، فكنتمنوا يكون هذا طريق باش نقطعوا على هذا الاستغلال غير معقلا، ونضمنوا واحد الاستغلال اللي هو مستديم، باش الثروه هذه كما لقيناها حنا نخليوها للاجيال المقبله ان شاء الله. وكنتمنى المشاهدين الكرام اللي شافوا هذا الفيديو يستافدوا من هذه المعلومات ويحافظوا على الطبيعه، خرجوا تنزهوا استمتعوا بها ولكن حافظوا عليها. هذه هي النصيحه اللي ممكن نقدمها لكم. تبارك الله لكم والى اللقاء.